تراني والله جزاه خير، يعني هو مجرد زياره ولكن هنا استغلال لوجود الدكتور تحديدا، يعني خبرته في 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 العمل الانساني. الدكتور اسس ولا يخفى عليكم طبعا الاغاثه الاسلاميه في 1984، يعني تقريبا في اعمارنا تقريبا. فقلنا لابد امانه نستفيد من الدكتور في 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 عده نقاط، في عده استفسارات موجوده عند الاخوان. بعد الدكتور يفتح كذلك بالاموال المميزه، ونشكر الدكتور مقدما على يعني على اخذ من اوقاتك الثمينه هذه، وانا ادري ان برنامجك مزدحم سواء الايام اللي طافت او الايام القادمه ان شاء الله. جزاك الله خير. احنا امبارح كان عندنا لقاء مع الاخوه في التنميه عشان نخرج من الصندوق، خرجنا من الصندوق برسمة معينة كنت انا عاملها محاضرة اسمها السبع اهرامات وال11 سلمة. ده ملوش دعوة بالصندوق. السبع اهرامات وال11 سلمة. هرم العاطفية وهرم التلاحم المجتمعي وهرم الفكر الفلسفي وهرم اللي هو الطموح الاستكشافي وهرم السياحي وهرم العلم اللاتيني وهرم الكشوفات الربانية. ده كان امبارح. السلالم ال 11 سلمة تبدأ بالحرية والإيمان وبعدين الأسرة وبعدين التعليم الأخلاقيات والحركة المجتمعي الثقافة والتاريخ والفكر، هناك مؤسسات المجتمع المدني، هناك الشخصية الخلاقة، نقل العلم والمعرفة والتجول بين المجتمعات والتعرف على قدرات الأخرى. عشان تعدي الأهرامات دي كلها لازم تطلع على السلالم دي. ده بره الصندوق. خلاص؟ كان سهل جدا امبارح إننا نخرج بره الصندوق ونتكلم. النهارده عندنا صندوق تاني هنخرج براه. طيب حد يجي يقرا لك لفظه؟ حد يجي يقرا يعني يجي يقف جنبي. ما تحليش. طيب شفتهم نفسي او شفتهم ولما شفتهم نفسي او لما شافوا شافوني ولما شافوني شافوني اللي عمرهم ما شافوني. انت ثلاثة. انت طالب. عنده زاد عنده قدر. واحد من المبدعين. ده مبدع ده مش عارف يقرا. حتى يعرف يقرا؟ صلاة. قولي لي قلتها فين دي؟ من كام سنة؟ ما ده الصندوق ما فيش صندوق. تعالى يا باشا انت وعاملين مصريين دول؟ انت مصريات؟ ايوه تعالى يا ابني انت جامد قوي. تعالى يا جامد تعالى خايبين دول مصريين خايبين. قطر 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 شافوني اللي عمرهم ما شافوني. انت قلت شوفتهم نفسي. ايوه شوفتهم. لما شافوا شافوني. ولما شافوني شوفوني اللي عمرهم ما شافوني. الله اكبر. يعني ايه؟ تعالى انا رايح فين؟ كنت رايح فين انت كمان؟ تعالى يا ولد. هو كده لازم تفصلي، مش في كل حاجه ليها تفسير. ها؟ قول لي بقى معناها ايه؟ شوفتهم نفسي يعني وريتهم نفسي واستعرضتهم انا بقدر اعمل ايه؟ ولما شافوا
شافوني، عرفوا يعني لما عرفوني او تعرفوا انا بعمل ايه. ولما شافوني شوفوني للي عمرهم ما شافوني، يعني عرفوا وروني لا وروني انا للناس اللي عمرهم ما كانوا شايفيني. يعني ايه الكلام ده؟ ها قولي يعني ايه الكلام ده؟ كامل احنا ما عنديش عشان فلسفه. ايوه عرفتهم على نفسي. ايوه لما تعرفوا عليه عرفوهم يعني ما عرفوا عرفوا جماعه. طيب انتوا قربتوا كده. الكلام ده كان في 2006 كنت في لبنان وكنا بنلف بالعربيه ساعه الاجتياح لجنوب لبنان، وانا قاعدين في العربيه لقيت عربيه الجزيره ماشيه جنبنا، وانا عايز اعمل منظر بقى وعايز اطلع في التلفزيون، كنت لابس القميص بتاع ايه الاغاثه الشعر ولا مش عارف ايه. لا ما كنتش لابس قميص. لا فانا لقيت الرجل المقدم البرامج اللي كان في العربيه، فخرجت بره عشان هو يشوفني، فانا اقول له شوفتهم نفسي وانا كده. ولما شافوني وبعدين يقول انت فلان فلاني. قلت له ايوه انا. عايزين ايه؟ كان انا بمثل عليهم يعني. ولما شافوني اللي عمرهم ما شافوني. طب عملوا ايه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى دخلنا في بيت كان فيه عائلات محجوزه يعني خايفه كده. في البيت ده قالوا لي احنا هنسجل معاك تسجيل مش على الهواء. تسجيل مش على الهواء. قلت له مفيش مشكله. كان بقى في عائلات واقفه واطفال وكذا وكذا. ده في الايه؟ في الاخبار، فقره اخباريه. فقاموا عاملينها على الهواء دون ما يقولوا لي. وشوفوني اللي عمرهم ما شافوني. لقيت نفسي بتكلم لمده 9 دقائق في وسط النساء والاطفال من موقع ايه؟ الحدث. وكتبت الكلمه دي شوفتهم نفسي ولما شافوني اللي عمرهم ما شافوني. خرجت من الصندوق ولا لسه في الصندوق؟ ممكن نعملها هاشتاج؟ مين بتوع الهاشتاج؟ عندك واحد اسمه حاتم سامع شيخة مرة واحدة؟ شيخة مرة واحدة؟ عندي خاف. سعد محتوى. فده شوفتهم نفسي ولما شافوني ولما شافوني شوفوني اللي عمرهم ما شافوني. تعرف ليه من ورا لقدام؟ لا كده كتير. طيب ده بالنسبه لايه؟ فتحه الايه؟ اللي هو زي ما تقول اللي هو فتح الشهيه. النقطه الثانيه انتوا مين؟ انتوا مرايه وحمايه ورعايه، يعني ايه؟ انتوا القسم بتاعكم مرايه وحمايه ورعايه. اوعى تفتكر انت بطيخه كده هتقعد وبس، لا. او الناس القادرين هنا ناس كرماء بيدفعوا فلوس وهم قاعدين في البيت وانت قاعد، لا. انت مرايه وحمايه ورعايه. تعال بقى اشرح لي انا بقول ايه. انا مش فاهم انا بقول ايه، بس انت فهمت انا بقول ايه. انا بقول انت او غيرك. لان الواحد لما يكون بيشتغل في مكانه مش عارف رسالته ايه ورؤيته ايه وهدفه ايه تبقى مصيبه سودا. انت مرايه وحماية ورعاية. ده قسمك اللي انت موجود فيه. أنا حماية. ما وصلتش حماية. تعالى هنا يا جدع. يعني إيه حماية؟ يعني إيه حماية؟ اتكلم بابا. هو وصل حماية؟ حسام حنان. سلم يا حسام. أنت عندك العصر. المرايه ممكن انعكاس العمل على البيت. طيب لا المرايه ده معنى من معاني المرايه. انت المرايه. يعني ايه انت مرايه؟ يعني ايه انت مرايه؟ تعكس الحاجه الدائره المجتمع. صح. انا بشوفك جبنا نوصل صوتهم وشوفك ايه؟ وجبنا احنا نوصل صوتهم للناس يعني كانهم المرايه الشيء اللي انت بتشوف فيها من تمثل. يعني لما اشوفك انت في الشارع افتكر الفقير والارمله والمسكين. كان لنا شاب زميلنا بيدي الدكتوراه في جامعه اسلك ببرمنغهام اسمه الدكتور نصر الصانع، كان عضو البرلمان الكويتي. كان كل ما يشوفني
يقول لي انا بتكل المصايب فكرنا بكل مصيبه تحصل كل ما عدى عليه قعد على الناس لهم هاتوا هاتوا السودان هاتوا اليمن هاتوا هاتوا اللي مش هيدي شوف وشك تاني فانا مرايه ده دورك انت كمان فلابد تعرف كيف يراك الناس وانت ناس اعلاميين يبقى انت مرايه بلك لابد تكون الصوره اللي ترى من خلالك واضحه جدا حمايه لمن مش ليك انت لان ابوك اسمه حمايه حماية اللي انت بتمثله وتقف على ايه بجانبه وتدعي او تدعي انت صدقا او غير صدقا ان انت تمثل هؤلاء الناس وانت بتحميهم لدرجة من الدرجات ان انت بترفض تترك المكان لما هم يعرضوا للخطر وده ضد الثقافة الانسانية اللي صنعت لنا انما يشتد الوطيس خرجوا من جماعة ان هم ايه الاجانب هو الاكسبات انحطاط في الفكر في هذه النقطه ازاي ان انا اكون لما تشتد الوطيس الوطيس مش كده برضه صحيح تشتد الوطيس امشي واسيب الغلبان امشي واسيب الفقير امشي واسيب الارمله امشي واسيب المسكين وزي انت حمايه زي الكابتن بتاع الطياره وزي الكابتن بتاع المركب او زي الاب اللي هيكون هو اخر واحد يقف علشان ولاده يمشوا وزي الغزاله اللي هي بتعدي النهر شفتوها قبل كده في الافلام بتاعت اللي هي الحيوانات وبنتها ماشيه والتمساح جاي فوقفت عينها مش على التمساح عينها على بنتها عشان تخرج من الميه وقفت وسلمت نفسها ايه؟ التمساح ده دورك انت فانت حمايه الأخت اللي اغتصبت أو حتى للطفل اغتصب أو للرجل اللي اغتصب أو إلى آخره فأنت مراية وأنت حماية احنا كانت بره الصندوق دلوقتي مفيش كلام كل ما كنت قايله ده أنا مش عارف أقول في إيه هتكلم أي حاجة يطلع أي حاجة وإذا اتكلم أي حاجة يطلع كل حاجة يبقى أنتوا مراية وأنتوا حماية ورعاية ها؟ بعد الحماية تيجي الرعاية الرعاية لنفسك أنت اوعى تفتكر ان انت بترعى الايتام والمساكين اوعى تفتكر لما انت بقيت رئيس جمهوريه ولا ملك ولا وزير ولا كذا انك بتدعم الناس الا الشيخ الشعراوي ولا الشيخ الغزالي حسني مبارك رحمه الله عليهم كلهم الشعراوي تاكد مين انت ربنا بيدعمهم مش انت بتدعمهم انت ترعى نفسك ترعى نفسك حينما تسائل امام الناس سبحانه عن هؤلاء ان كان رسالتك انك انت بتقول كذا وكامل لو محتاج تتكلم عنه ده ممكن يكون كله كلام مفهوش ومتلفق وكذب عشان نجمع تبرعات يبقى هنا يخش اسمك ايه يا شيخه يا شيخه يخش القلب والعقل والذهنك والفؤادك والضميرك شوف ده صح ولا مش صح يبقى انت تابع نفسك حينما ترعى الاخرين ان هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويحموك زي ما اسمه ايه ده ابن دينار اسمه اللي كان في العراق عبد الله اسمه ايه مش فاكر مالك ابن دينار كان سكير وكذا 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 وكان دي بنت خلف بنت جميله كان هو طبعا في الشرطه مش كده وكان بنت جميله جدا بنت كل لما تيجي يشرب الخمر في البيت بنت على ثلاث سنين طب شده الاذن من ايده طبعا مؤمن شد الى ان راى بنته ماتت وتغيرت فطبعا زعل زعل غير عادي ولقاها واقفه ها وهو على حاويه جهنم وهي تجري وراه تشد من ظهره عشان تنقذه فاللي هيدافع عنك يا شيخه مش الكلام اللي انت بتعمليه اوعى تفتكر انك عشان انت كنت بتحلم من حلم في الجنه هدافع عنك اليتيم والأرملة والمسكين والمشرد والفاجر والنازح انت ما تعرفهمش اللي هدافع عنك دعوة بتيجي لامرأة عمرها ما شافتك لكن شافت واخد بالك كيس قمح ولا كيس دقيق ولا خبز ولا هدمة لبستها جزاها الله خير بس تجيلك
تبقى زي بنت ملكة من الدينار، تاب بعدها ملكة من الدينار، واصبح من تابع التابعين. ان احنا بنحتذي بما فعله، بما ان كان شرطي ظالم سكير، الى ان اصبح هذا التابعي تابع التابعي الى اخره. فانتم وظيفتكم في الحته اللي انتم فيها ها مرايه وحمايه ورعايه، ترعى نفسك حينما تدخل على امراه في خيمه او في كوميونتي سنتر يعني مركز ايواء، والمراه متكشفه عينك رايحه فين؟ محدش شايفها الا ملك ربنا سبحانه وتعالى. عينك رايحه فين؟ ها؟ همسك بيروح فين؟ فكرك بيروح فين؟ والمراه يعني ضعيفه وحصل بلاوي زرقاء خاصه في قضيه البوسطه، لان البنات يعني كان ليهم شكل معين وخارجين من ثقافه معينه، وكان في زباله تستغل هذه المواقف زباله. فلذلك هنا الحمايه تحمي نفسك حينما تحمي الاخرين، الرعايه ترعى نفسك حينما ترعى الاخرين. المرايه كان في واحد من الناس اللي هم الدعاء جانا مره في بريطانيا في الثمانينيات من القرن الماضي، راجل فلاح بسيط، فلاح بسيط جدا، الفلاحين اللي في مصر مش بتعلم يعني مزارع، وقال لنا يا اولاد لما تقفوا على تحت الاضواء اعرفوا ان الناس يسمعونكم باعينهم ليس باذانهم. شكلك شكله ايه؟ مراتك شكلها ايه؟ بناتك شكلهم ايه؟ تجي تكلمنا في الدين لما تبص لنفسك، فبص سلوكك شكله ايه؟ انت بتزعق وبتتخانق وبدل انت مرايه، فانت مرايه تعكس ما بداخلك او كتعكس فكر المؤسسه والمنظمه بتاعتك. انا منظمه اسلاميه وكذا وكذا وانا كذاب وانا منافق وانا كسيل الى اخره. فتكون انت ها وانت يا بنات كلكم وانتم مؤتمنين على من؟ على من؟ على من يدفع لي اجري؟ اوعي تفتكري ان قدر خير يدفع لك فلوس مرتب. اللي بيدفع لك مرتب تعرف مين؟ الطفل المريض اللي مش قادر يمشي عشان عنده سرطان او عشان رجليه مقطوعه او عشان ما بيروحش مدرسه، ده اللي بيدفع لك اجري. ازاي انا استعلي بنفسي على من انا اجيرا عنده او عندها؟ ولا تدفع لنا الاموال في قدر الخيريه او الاغاثه الاسلاميه عشان احنا حلوين او كذا، لا تدفع لنا لاننا ارتضينا ان نكون خدما خدما خدما. فلا بد ان نلتقي بالخدمه لكي نسعى بهذه الخدمه الى رضا الله سبحانه وتعالى. تفضل يا استاذ محمد، تفضل. انت ما شفتيش الصندوق؟ ما جم بعد الصندوق ما اتفرجتش كده؟ لا جت بعد الصندوق بقى، هنقول لها الصندوق منين؟ فلذلك لما احنا نقول مهمتكم في القسم بتاعكم ان تكونوا مرايه وحمايه ورعايه، دي حقيقه حقيقه. واللي بيكلمكم لا هو دكتور في الفلسفة ولا في العلوم ولا أي شيء، هو مجرد راجل شارع لف كده وسمع من دي وسمع من ده وسمع من ده، واليمنيين علموا حبة والسودانيين علموا حبة والمغرب علموا حبة والليبيين علموا حبة والبريطانيين علموا حبة، وتعلم. فأما تعلم بيطلع كلام، بيطلع كلام ازاي ومنين؟ الله أعلم. من بالكم يبقى أنتوا إيه بقى؟ مراية حماية ورعاية. أنا عندي هرمين حاسين أو أسمع واحد فيهم، عايزين هرم الحماية هرم الحضارة ولا هرم الصناعة؟ حضارة داخلة سخنة على طول. هرم الحضارة ولا الصناعة؟ عندي هرمين وما تبقى من الوقت تصويت. في حضارة ما يوصلك للحضارة ولا ما يوصلك للصناعة؟
الله انت شكل واحد ممثل معرفوه. خلاص ما بتقول تعال معقولة؟ لا بس حاسس. يلا هو حرب الحرب الحضارة. تخيل معرفوه يكشف صناعة ولا حضارة؟ حضارة بتهلس حضارة؟ صناعة. طب اللي يقول حضارة يرفع ايده ولا يصنع يرفع ايده؟ حضارة. حضارة عشان خاطر كده يعني تقطينا وجاي متأخرة كمان. طيب حضارة حضارة في فرق هعمل لكم صناعة في نفس الوقت. طيب بس عشان الورق ما يستهلكش كتير تعمل ايه؟ عامل كده دي اسمها الحضارة فكرة. الحضارة ايه؟ فكرة. فكرة حذاري ان تعتقد ان الحضارة هي بناء موجود كده حيطلع لوحده. تبدأ بفكرة مثلا لو شيخة قاعدة بتلاقي فكرة كلمت أخوها أختها خالتها لبتها أصحابها والفكرة دي بتقرفها مش قادرة تنام. فاجتمعوا الشباب عشان يحولوا هذه الفكرة إلى إيه؟ هدف مشروع أو مبادرة. المشروع بيخدم إيه؟ خلي بالك النقطة دي خطيرة جدا ومهمة جدا يا شباب. المشروع بيخدم ايه؟ بيخدم الفكرة. اوعى تخدم شيخة. اسمك ايه؟ منار. يعني منار. منار مرة واحدة؟ منار وحضارة. يلا بقى حدش يلعب حدش ياخد منها حاجة. تخدم ايه؟ الفكرة. حذاري انك تنسى الفكرة وتفتكر في منار. منار هتعيش عمرها زي ما ربنا كتب لكن لابد ان تبقى الفكرة. لابد ان تبقى الفكرة عشان المنار ما تموتش تبدأ حية بعد ان تتخذ الفكرة. ان اذا فضلت الفكرة بتاعتك حية ستكون انت حية بين الاحياء. ورفعنا لك ذكرك مصطفى صلى الله عليه وسلم. هل الذكر فقط للمصطفى؟ لا لكل الصحابة. لا نذكرهم ابن دينار اللي هو مالك ابن دينار أو وتابع التابعين يعني نذكره دلوقتي وبيأخذ عليها حسناته. يبقى احنا لما نيجي نقعد الفكرة بتاعتنا دي نقعدوا مع بعض نقول ننفذ مشروع. لما نيجي ننفذ مشروع بقى يا شباب اوعى ننفذه على منطقة كبيرة جدا. يكون ملموس صغير ومعلوم الخطى وليه اثر. شارع نقول له احنا هنعمل ايه في المشروع بتاعنا ده لما اخونا عبد الرب قال يعني نحول الفكره دي لمشروع لايه؟ لجمع الاهتمام. بس خلاص الناس هيحسوا خلال شهر او شهرين اللي منار وشيخه ما منار مش قادر منار وشيخه وانت عائشه انت امنا كلنا. امك ايه؟ لا مش فاهم ده الطبيعي بتاعي والله. يا ابو اكيد بتاع دول حقيقي بس انت غلبان شكلك سوري كده. بس سوري؟ ها؟ اردني ما كلنا من الشام. يا شام يا شام. فالمشروع بتاعك يكون ازاي؟ يكون ملموس ومعلوم. فالناس اللي في الشارع هيبتدوا يتحاولوا يلتفوا حولك ويحسوا باثر المشروع على المساحه الصغيره دي كلها. الموضوع ده ممكن ياخد سنه سنتين وتتحمسوا بقى. الناس بتدوكوا فلوس بتطوروا في المشروع بتاعكم انت اصبح ليك ثقه اكتر انت والتيم بتاعك. التيم بتاعك اصبح عنده قدره وعنده خبره الى اخره. وبعد 3 سنين او سنتين بتحولوا المشروع ده
الى ايه؟ الى جمعيه. الجمعيه بتكون اكثر تنظيما، بس بتعمل ايه الجمعيه؟ ملهاش دعوه بمنار ولا شيخه، هي ليها دعوه بايه؟ اوعى تنسى الفكره، اوعى حذاري ان تنسى الفكره. لو نسيت الفكره، وده اللي بيحدث في المؤسسات، ان احنا بنقول لك دول من اهل بدر، او دول هم اللي احنا يعني خلاص ده انا مثلا مؤسس، اعوذ بالله مش عارف، ما ينفعش اعيش في عمري ايه؟ المؤسسه، لان خلاص سقف فكري دي حدود، جيل بعدي وجيل تاني وجيل، مهما ابدعت مش هوصل للمستوى الفكري للاجيال اللي جت بعدي. قد اعرف استطيع في بعض الاحيان اتواصل معهم، لكن القياده الكامله بالقوه البدنيه والقوه الذهنيه مش ممكن. لكن في ناس بيصروا على ان فلان يقعد الى الابد. غلط. مش فلان اللي يقعد الابد، الفكره نطورها الى الابد. الجمعيه بقى بتعلمنا ايه يا شباب؟ الجمعيه بتعلمنا ننظم اوراقنا، لاننا هنراقب. هنراقب من المجتمع وهنراقب من الحكومه. هكلنا كيان، زي اللي بنى بيت غير اللي قاعد في خيمه غير اللي نايم في الشارع. فاحنا بنينا بيت، البيت ده لابد في ميه وفي كهرباء وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في حكومه هتيجي ايه؟ تحاسبك. يبقى الجمعيه دي وظيفتها انها ترعى الفكره وتكبرها. كنا بنشتغل على مستوى شارع او حاره، دلوقتي هنشتغل حي او مدينه او قريه او الوطن كله. دخلت قد ايه؟ من 10 سنين او اكتر. بالتركيز على ايه؟ على الفكره. اوعوا تشيلوا عينكم بعيد عن الفكره. بعد ما نوصل للجمعيه، عايزين نحاول الجمعيه ايه بعد كده؟ بعد الجمعيه ده ارقى من الجمعيه. مؤسسه؟ مؤسسه، مين قال كده؟ ليه؟ ليه ازاي يعني؟ انا من حقي ان انا اقول لك ليه؟ انت مش من حقك تقول ازاي؟ الله العظيم. ما انت هتضحك تاني. لا انا ما بضحكش والله. الجمعيه بيكون ملكيتها العضويه الجمعيه، مش ملكيتها مفتوحه للمجتمع كله. بيكون حيثياتها مش ممتده في كل مجالات المجتمع نفسه. بيكون الاطر اللي بيشتغل فيها اقل واضيق من المؤسسه. المؤسسه بيكون لها علاقات اوسع، هيكليه اكبر، ابحاث، دراسات، يعني ايه؟ وكمان المؤسسه بيمتلكها المجتمع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المؤسسه اللي بيمتلكها المجتمع بتفتح ابوابها لكافه الاطياف اللي في المجتمع. ما بتكونش قاصره فقط على دين معين او على فكر معين او على ثقافه معينه او على نوع جنسي معين الى اخره. فده الفارق في المؤسسه والجمعيه. ملكيه المؤسسه بترجع للمجتمع كله، زي ما احنا دايما بنقول هذا المثل، ان تلاقي الناس اما بيجوا يعلنوا على وظائف في الخارج بيعلنوا على كل الناس مش بينطقوا. اما بيجي يعلنوا مجلس امناء بيعلنوا فوق على كوظيفه، انا عايز عضو مجلس امناء يكون في ما عنده خبره في الماليه او في الاعلام او في السياسه او في الاقتصاد او في الاستثمار الى اخره، ويعلن. مش اما انا جاي مثلا كده سماعه التليفون واتصل بواحد صاحبي اقول له ايه رايك تخش معايا مجلس امناء؟ ما ينفعش. فدي عقليه الجمعيه اللي بتدير المؤسسه، ودي عقليه الجمعيه اللي بتدير المؤسسه. المؤسسه وظيفتها ايه؟ لما هي كبرت، يعني الشاب والشابة اللي أصبح عمرهم 30 و40 سنة أصبح قدرتهم على الإدارة أعلى من الشاب والشابة اللي عندها 15 أو 20 سنة. ده الفرق من عقلية المؤسسة المنفتحة الشمولية الكبيرة أو عقلية الجمعية اللي هي ما زالت بتفكر بطريقة تقليدية داخل. دور الجمعية بدور المؤسسة لما تتعامل هنا، طبعا المؤسسة بترجع لنفس الموضوع، بتركز على ايه؟ على الفكره اللي اتكلمت فيها منار وشيخه وعائشه الاول.
لو هم فكروا في منار لوحدها هتقف، مش هتنتخل من جمعية لمؤسسة، مش هتن، مش هتن. المؤسسة لأنها اكتملت الهياكل وأصبح ليها أطر وأصبح ليها سياسات وأصبح ليها تحالفات وأصبح ليها روح مختلفة، فبتحول هذه الفكرة لإيه؟ واقع. واقع. ما ثاني؟ المراية. المراية اللي احنا اتكلمنا فيها في الأول. لا من المراية. لا مش مراية. مش لما شو احنا عندنا خلاص. والكيان موجود. الكيان موجود. رؤية. لا لا لا. رؤية. لا لا. أرى. الأرسة. ها؟ الأرسة. قبلها. ميشن فيجن. بتحول الفكر. ما هي فكرة؟ طب وانا فاهم مثلا ايه زدت الشارع منظف الايه الشارع من القمامة، تنظيف الشارع ده من القمامة احول له الفكر حمايه البيئه. خدت بالك؟ المجاعه مثلا حصلت في حي محل وحرمت الفقر والجوع والمرض والحرمان، واخد بالك؟ يبقى الفكره بتاعتنا دي مؤسسه بقى لانها اصبحت مجتمع الاركان، ها بتاخد الفكره دي تحولها لفكر، وده وظيفة المؤسسة. عندها إمكانيات مادية، عندها خبرات تراكمية، عندها شراكات، عندها هيكليات، عندها كذا 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 كذا، فتخلي فكرة الإغاثة دي مش مجرد ما إيه أغاثت جارتي لما اتحرق بيتها أو اتهد عليهم البيت في الزلزال وخلصت، لا بتحول لعمل إغاثي على مستوى الإيه الوطن. بتبني الثقافة يعني. الثقافة هتيجي بعدين. كل ما هو السياسات بتكون داخل المؤسسه، واخد بالك؟ فهنا بنتكلم ايه؟ خلاص عملنا الفكره فكر، وده المؤسسه اللي عملتها، الفكر ده هيتحول لثقافه. هتلاقي الثقافه دي موجوده في ايه بقى؟ موجوده في الثقافه عامه يعني مش في ايه؟ موجوده في ازاي بناكل، ازاي بنشرب، ازاي بنتكلم، ازاي بنكتب الشعر، ازاي بنعلم الناس كذا 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 الى اخره. بس الدورة دي ما بتاخدش اسبوع اسبوعين او سنة او سنتين، دي ممكن تاخد 40 سنة. يعني انا لما اديك المثل مثلا جمعية خاصة لكف اليتيم تحضر هي بالظبط تقريبا داخلة على 40 سنة دلوقتي. الناس اسمها نفس الموضوع، الآية الأخيرة اسمها نفس الموضوع. في ال 40 سنة دول استطاعت هذه الجمعيات انها تحول فكرة الإغاثة إلى أن المجتمع حس إنه عايز يعمل عمل إغاثي. وأصبح جزء من المجتمع التطوع والإغاثة المرهوف وإنشاء المشاريع وكذا وكذا وكذا. الدورة خدت قد إيه؟ خدت 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة عشان المجتمع كله يقوم وراك، عشان المجتمع يكون في فكره الإغاثة أو حرب المرض والجوع والفقر إلى آخره إلى آخره. مش مجرد إن أنت ملك أو أمير أو كذا وكذا وقلت والله هنعمل كذا وكل الناس هتمشي وراك. لا مش لكنه لازم الاجيال تتوارث فعاليه الفكره اللي انت زرعتها او انت زرعتيها يا منار. يا منار من 30 سنه حتى منار ممكن تكونش موجوده، بس بردك هنا الفكره هيبقى هنا هو برضه كله. وده التحدي، عنق الزجاجه في نمو ونجاح اي عمل هو عدم شخصنة العمل. عدم شخصنة العمل. لا أصل هو يا سلام خلاص. يعني سواء صارت لما مات سيدنا عمر مسك السيف وقال هي 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 من قال لمحمد ضبط عنقه. قول كده كلمة. من قال من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يعني أخذه بالسيف، ده حاضر وبالسيف. ليه سيدنا عمر ابو بكر رضي الله عنه تذكر في الايه وما محمد الا رسول خلق من قبل الاسود والايه اللي قراها في القران كلنا وحافظينها اصحاب الكرام كانوا نسينا لان كان الحدث والفاجعه كبيره فكل قاعد يبكي خلاص انتهى. يعني هو زي موسى راح يكلم ربه وزي مش عارف مين لا خلاص انتهى موسى خلاص دخل الارجون مات وبنته قاعده بتعيط جوه والسيده فاطمه بتعيط جوه خلاص مات خلاص ايه
فاهم؟ فبالتالي فبالتالي مشكلتنا احنا يا شباب في عالمنا ان احنا اللي قريبا ما نؤله رؤسائنا وزعمائنا وقادتنا. فبتروح الثورة وبتروح اللي هو التغيير الإيجابي وبيروح الفكر كله. ليه؟ لأن بنسى كل حاجة وافتكر سامح أو أيمن أو طالب أو طارق أو عائشة. لا 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 مش لعبيها، دي أخطأت خلاص مش قادر أدير. لا تقعد بقى ما ينفعش. فمشكلتنا هنا شخصنة المواضيع هي بتمنع النمو الفكري والنمو الثقافي والنمو الإداري لأي جمعية. خلاص الثقافة دي بعد كده يبقى احنا عندنا احنا نفسنا كلنا كمواطنين نبني حضارة. هنقعد مع بعض بقى ان اصبحت ثقافة فكرنا بناء الحضارات. هنوصل حتى انت قلت عليها في الاول دي اللي هتوصلنا لبناء الحضارة وبناء الحضارة وصناعة التاريخ. اخر حاجة اوعي تفتكري ان انت هتقدري تعملي تاريخ عشان هتكتبيه بايدك. التاريخ يكتب عن انجازاتك بما كتبه الاخرين عنك، ليس ما كتبتيه انت عن نفسك. التاريخ بيكون شهاده من راى وسمع ولمس. راى الانجازات، سمع عن الانجازات، ولمس حقيقه الانجازات. ها؟ لذلك المدلسين ان يكتبون التاريخ ويزورون التاريخ بيموت التاريخ اللي كتبوه. بيظهر في يوم من الايام الحقائق مره اخرى بعد ان يضلل الشعور. فحذاري انك تعرف ان انت اللي هتكتب التاريخ. ولو انت حطيت في اطر فكرك المخيه او الذهنيه ان انا ساصنع التاريخ، مش هصنعه. صانع التاريخ هو ما يفعل الحدث ويصنع الانجاز. انه منشغل بايه؟ منشغل بصناعه الاحداث والانجازات، مش منشغل بالتنظير والتقطير. منشغل بالصناعه، منشغل باننا بالتنميه، منشغل بالبناء. واللي هيشوفوه هيكتبوا عنه، هيكتبوا عنه شعر، اغاني، ادبيات، قصص، كذا كذا كذا. لكن اوعى تفتكر ان انت زعيم المعي انت هتكتب التاريخ. سيكتب التاريخ عنك بمن راوك وسمعوا عنك ولمسوا انجازاتك. الدوله دي ممكن تاخدها 100 سنه او اقل او اكثر. لان انت في بناء ثقافات الشعوب. يعني مثلا اديك انا مثالين. المثل الاول في حرب افغانستان الاولى والثانيه والثالثه. الأولى كانت مع السوفيات 79 تقريبا 96 أو حاجة أو 89 أو حاجة 89 أو 89 89. الثانية بدأت ما بين المجاهدين والطالبان اللي هي 96 ل 2000 ومش عارف كم سنة. الثالثة بدأت ب 2001 أحداث 2001 ولما احنا قعدنا مع الوزيرة استمرت التنمية في بريطانيا قلنا لها اسمعي طالبان ده ثقافة ولن تستطيع ان تهزم الثقافة لا بآليات ولا بمشاريع ولا حاجة. ثم تعمل غير الثقافة وتجيب ثقافة ثانية. ازاي؟ انها تجيب ناس تستطيع تغيير الثقافة من الازهر الشريف من الاردن من من المناطق اللي هي هم ما بيحنوش حساسية الاردن والمغرب ومصر. ودول في خلال 15 سنه 20 سنه جايين هينشئوا جيل جديد بثقافه اخرى. ايه؟ لا 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 لان كل وزير بقسم نظري او بقسم نظريه عايز يخلص المشكله ويحلها في الوقت اللي هو موجود فيه في الوقت. قعدوا يحاربوا كام دلوقتي؟ 20 سنه كلفوا الامريكان بس كلفوا 2 تريليون ناهيك عن الاخرين. وبعدين حصلنا ايه؟ هنرجع ليما عن تلاليما. يعني كنا احنا صرفنا التريليون ده على المنظومه دي فكرنا فيها لوحدنا مع بعض،
كان زماننا مش حرب ومش ناس ماتوا ومش بردوا الى اخره. ده مثلا عمل كبير جدا جدا بالنسبه لنا. المثل الثاني ان احنا في الثمانينات كان عندنا حلم جامعات اسلاميه او عربيه او غيرها ان احنا ندخل المحافل الدوليه، مش كل المؤسسات طبعا. المثل ده خد 30 سنه عشان نقنع مين؟ نقنع العرب والمسلمين انهم يخشوا المحافل الدوليه. هو مش عارف ايه كذا يا ابني، ده في محفل غصب عني هم بيدوروا، خش اتكلم وقول لك صوت، قول لك كرسي على الترابيزه. منهم من دخل ومنهم من رفض. دلوقتي اصبح داخل المنظومه دي موظفين من ابناء المؤسسات كلها، زائد في مؤسسات عندهم معترف بيها بتقعد تشارك معاهم في المؤتمر. خد قد ايه؟ 30 سنه. اوعى ذلك انك تشوفوا عايزين تغيروا شيء امبارح بكره. ياخد دوره عمريه على حسب المجتمع وعلى حسب الامكانيات وعلى حسب التحديات، سواء كانت تحديات اقتصاديه او سياسيه او امنيه. ده بالنسبه لدوره صناعه الحضاره. واضحه؟ عايزين اخونا عبد الرب تعالى اعقب بعد انا قلت له، لان انا قلت كلام انا مش فاهم انا قلت ايه. وصل العين ما سالوا على الحاجه. انت يا عم عينك انا انت عندك كل العيون. يا عم تعالى يا عم. بس انا دايما استفيد بعبد ربي بما اعطي من علم وفضل. هو ياتي زياده عن نفاذ على الحروب. وانت فيلسوف فلسفه اهل الاندلس وهم عايزين الحته الفلسفيه الحضاريه النهضويه. اتفضل. هو انا سعيد جدا. لا سيبك مني انا انسان. انا بتشوف فيك حتى لا انا حاقف وراك هنا عشان حط بص هديلك كده شحنة. أنا سعيد جدا أن أكون معكم، وسعيد جدا أن نستفيد من الدكتور هاني بلمع. حق الحديث ذو شجون، خصوصا لما يتعلق الأمر بالحديث مع الدكتور. سيكون من الصعب أن يتحدث الإنسان بعد حديث الدكتور هاني البنا. الدكتور هاني البنا هذا علم من الأعلام الذي فعلا تفتخر به الأمة الإسلامية. علم في كل ما يتعلق بال العمل الخيري والعمل الإنساني والتفاني في وهم كل ما لديه من طاقة وما لديه من خبرة وما لديه من تجربة في أن يتقاسمها مع الشباب من أمثالكم الذين أخذوا المشعل في تحمل هذه المسؤولية. بالأمس كذلك تطفلت على تقدمت بنا. لا بالامس تطفلت كذلك على الورشه التي قدمها جزاه الله خيرا لاخوانكم في قطاع العمليات. وانا الان كذلك اتطفل عليكم. وسمحت لنفسي انني احضر لهذه الورشه وعلى الاقل لجزء منها حتى استفيد من علمه ومن خبرته ومن تجربته ومن زبده علمه. الرجل لما بدأ العمل الخيري ربما أغلبكم كان لسه ربما لم يولد بعد، هذه حقيقة. والتجربة التي راكمها تجربة طويلة وتجربة عميقة، ومن أهم ربما خصائص تجربته هي أنه يمكن أن نقول بأنه كان حلقة وصل بين التجربة الإسلامية العربية وبين التجربة الغربية، على اعتبار أنه أنشأ الإغاثة الإسلامية في بريطانيا سنة 1984.
هذا يعطيكم فكرة على عمر جزري بتسم قصور، وقبلها قصور كذلك له باع كبير جدا في هذا المجال. أن يخوض الإنسان تجربة إنشاء أول تقريبا منظمة غير حكومية، منظمة خيرية في بريطانيا، هذا الأمر ليس هين وليس سهلا. وكذلك أن يخوض هذه التجربة في وقت عرفت فيه العالم بأكمله والأمة الإسلامية أحداث جسام الثمانينات والتسعينات، كانت هي الأخدان اللذان تميز بأحداث إنسانية كبيرة، أحداث إنسانية ضخمة. أولا الثمانينات هي إن صح التعبير كان هو عقد الفقر في العالم بشكل عام. وإذا تذكرون أن في الثمانينات كانت موجة القروض التي ضربت العالم كله وأدت إلى تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ما سمي آنذاك بسياسة تقويم الهيكل. وهذه السياسة التقويم الهيكلي التي فرضتها المؤسسات المالية على الدول المتخلفة حدت من قدرة الدول على أنها تنفق على العمل الاجتماعي. وهذا أدى أسمعتم ما قلت لكم أنه يؤثر في الكلام اللي أنا كنت بنزل فيه كلام شوارع. لا لا أبدا أنا كلامي إيه؟ لا أبدا أنا كلامي إيه؟ كلام شوارع. لا أبدا أما هو فكلام منمق مرتب معدل هذا من تواضعي. لا لا أبدا هذا فقط أنا ما أعرفش أوصل المستوى ده. هذا من تواضعي فقط أبدا. فقلت أن هذا الديكيد اللي هو الثمانينات عرف فعلا أزمات عالمية، وأدت هذه السياسة سياسة التقويم الهيكلي إلى دخول الدول النامية في حالة تقشف شديد، وفقدت الكثير من المجتمعات مقدراتها وإمكانياتها واستفحل الفقر. ومن هنا جاءت استراتيجيات محاربة الفقر في الثمانينات. إذن الرجل دخل هذه المعمعة في هذه العشرية التي أعتبرها من أصعب العشريات التي مرت بها المجتمعات المعاصرة. العشرية الثانية اللي هي عشرية التسعينيات، كلكم يذكر بأن أغلب الأزمات الإنسانية كانت في التسعينيات. أغلب بل أكثر من ذلك، أكبر العمليات الإنسانية التي قادتها الأمم المتحدة كانت في التسعينيات. نذكر على سبيل المثال رواندا سنة 1994، نذكر كذلك أزمة ليبيريا، نذكر أزمة سيراليون، نذكر أزمة مالي، نذكر أزمة كذلك دول البلقان في البوسنة والهرسك. وهذا رجل أفضل من يحدثكم، وأزمة أفغانستان، وهذا رجل أفضل من يحدثكم عن هذه الأزمات الكبيرة. في خضم هذه الأزمات الكبيرة كان الرجل لا يهدأ أبدا، ينتقل من بلد إلى بلد، وفي خضم الصراعات، في خضم المشاكل، بحثاً عن الموارد، بحثاً عن الإمكانيات، بحثاً عن الدعم، من أجل أنه يسهم كإسلامي ريليف، كإغاثة إسلامية، كمنظمة معنية بمساعدة الفقراء والمحتاجين وضحايا أزمات إنسانية في كل هذه الدول. ذهب إلى أفغانستان، وذهب إلى إيران، وذهب إلى البوسنة، وذهب إلى كوسوفا، وذهب إلى ألبانيا، وذهب إلى السودان. أن السودان كذلك في التسعينات وفي الثمانينات كانت هناك أزمات إنسانية كبيرة في ظل الصراع في جنوب السودان، وفي ظل كذلك المآسي أخرى. فبالتالي هذا الرجل يستفاد منه كثيرا، وهذا الرجل الاستماع إليه ينبغي أن ننظر إليه من زاوية مهمة جدا، وهذه اللي قلتها بالأمس كذلك لما حضرت ورشة مع إخوانكم بالعمليات. كثير من الأشياء يمكن أن تدركوها أنتم، ويمكن كذلك أن تقرأوا عنها أو تطلعوا عنها فيما يتعلق بالفاندريزين، فيما يتعلق بالماركتينج، فيما يتعلق يعني هذه متاحة في الجامعات، متاحة في الأكاديميات، متاحة من خلال كذلك اطلاعكم في معلومات والمعارف الموجودة المتاحة الآن التي أصبحت يعني بين أنامرنا، يمكن أن نصل إليها بسهولة، محاضرات. ولكن هذا الرجل يستفاد منه
في معرفة أصول ما هي أصول العمل الخيري، ما هي الضوابط الكبرى التي تحكم العمل الخيري، ما هي المبادئ الكبرى التي تحكم العمل الخيري، ما هي كذلك المرجعيات، المرجعيات الأساسية التي نستند إليها في أننا فعلاً نقدم عمل خيري وفق فلسفة وفق منظور إسلامي. لأننا ينبغي أن نفتخر بأنفسنا أننا ننتمي إلى حضارة جذورها عميقة جداً فيما يتعلق بالعمل الإنساني والعمل الخيري ومساعدة الآخرين والتضامن مع الآخرين. لأن بعض الأحيان دائماً الضعيف أو المقهور مجبول على اتباع قاهره. فعادة ما ننسى هذا الإرث الحضاري الذي نتمتع به ونتبع الجهات الأخرى لأنها قوية، لأنها تقدم مناهج، لأنها تقدم مبادئ، لأنها تقدم طرق عمل، ونعتقد بأن هذا كل ما موجود. ولكن تاريخنا منسى، تاريخنا حافل بالممارسات، وتاريخنا حافل بالتجارب الناجحة، ولكن للأسف الشديد نحتاج أننا نزيل عليها الغبار. هذا الرجل كذلك يستفاد منه ما يتعلق بربط ما نقوم به بتاريخنا، بحضارتنا، بمقومات التي قامت عليها حضارتنا فيما يتعلق بالتضامن. وأنا هنا أضرب مثال بالوقف الإسلامي. الوقف الإسلامي من أعظم ما أنتجته الحضارة الإسلامية. والوقف الإسلامي ما ترك مجالاً أو حاجة من احتياجات المجتمع إلا ودخلها. وبالتالي أين نحن من الوقف الإسلامي؟ أين نحن من إنتاج أجدادنا ما يتعلق بالوقف الإسلامي؟ والاستفادة منه في العمل الخيري الحالي، وإعطاء نوع من التجديد. من أهم ما ميز فقهاءنا، دائما كانوا يجددون في آلياتهم بناء على مستجدات المجتمع، بناء على مستجدات الواقع. هذا الأمر كذلك منوط بنا، كذلك أننا ننظر إليه ونرى كيف يمكن أن نجدد هذا الأمر. ذكرت بالأمس كذلك أن لما ابتلينا بالاستعمار الغربي، الاستعمار الغربي أخذ منا مسألتين أساسيتين كبيرتين. صحيح أنه أخذ الموارد وأخذ وسرق المعادن وسرق الكثير من الخيرات، ولكن هذا بالنسبة له ما كان أشياء مهمة كثير. أخذ منا الفكر، وهذا الشيء اللي أكد عليه كثير جدا دكتور هاني. أخذ منا الفكرة وطورها إلى المؤسسات. أعطيكم مثال بسيط جدا، كلكم يسمع الفاونديشنز اللي هي المؤسسات. الفاونديشنز أخذتها بريطانيا تحديدا كفكرة، بريطانيا تحديدا وفي دراسات وفي بحوث حول ذلك من غربيين، أخذت الفكرة، بل ما أخذت فقط الفكرة بس، أخذتها من الوقف الإسلامي. يعني لما تسمع الفاونديشنز في الغرب، هي أول ما ظهرت في الغرب ظهرت في بريطانيا، وأكثر بلد طورت فيه الفاونديشن هي الولايات المتحدة الأمريكية. أخذوا الفكرة وأخذوا كذلك الآليات من الوقف الإسلامي. إذن أخذوا منا هذا الأمر، وأخذوا منا كذلك الفقه. وأكثر الفقه الذي أخذوه من الغرب أخذوه على المذهب المالكي. هل تقولون لماذا يا عبد ربي أخذوه على المذهب المالكي؟ أخذوا على المذهب المالكي لأن المذهب المالكي هو أكثر المذاهب الفقهية الذي اعتنى بالمعاملات، واعتنى بالسوق، وأسنى بفض النزاعات. هو المذهب المالكي. والذين يعرفون فرق بين المذاهب سيدركون هذا الأمر. وهنا قصة حكيتها بالأمس، قد يطول الوقت ليش نشرحها في هذا المضمار. الشاهد لماذا نقول هذا الكلام، ولماذا أخي الدكتور هاني ركز على هذه الأشياء؟ لأنه يرى فيكم البذرة الآن التي يمكن أن تأخذ هذه المعاني وتكرسها في أعمالكم. لا تظنوا بأنكم مجرد موظفين، أبدا نهائيا. إذا كنتم مجرد موظفين أردتم أن تأخذوا رواتب ربما وتعملوا شوية، أبدا هذا المكان لا يسمح لكم، أبدا نهائيا. هذا المكان لا يسمح لكم. أنتم الآن هنا من أجل أنكم تطوروا مثل هذه الأفكار، ونحن جميعا من أجل أن نطور مثل هذه الأفكار لكي نخرج فيها
بمؤسسات. هذه المؤسسات التي يمكن أن تشع داخل المجتمع وتصبح جزء من أدوات التغيير. هذه الفكرة التي كان يحوم حولها أخي دكتور هاني، أن تصبح هذه المؤسسات أدوات من أدوات التغيير. وموضوع الأفكار في الآن تخصص في التاريخ، تخصص في التاريخ يسمى تاريخ الأفكار مش تاريخ الفكر. هناك فرق كبير جدا بين تاريخ الفكر وتاريخ الأفكار. هناك الآن تخصص، وهذا ظهر أكثر في الدول الإسكندنافية، تاريخ الأفكار الذي يتابع الفكرة منذ أن كانت جنينية إلى أن أصبحت مش فقط مؤسسة، كم من فكرة أصبحت دولة، أنا هذه الأشياء التي أريدكم إن شاء الله أن تستفيدوا فيها أو منها من دكتورنا. وأنا صراحة هذا الرجل أكاد أتذكره يوميا، ومن أقواله المأثورة هو عنوان محاضرتكم، وكنت أرددها معكم كذلك لما كنا نعمل ورش تدريبي. على فكرة دكتور، في أي محاضرة يبدأها أستاذ عبد الرب، أي محاضرة يبدأ بالمقولة هذه نحن أجراء عند الفقراء دائما. فقبل ما نعرف أني منك أنت دكتور، قبل ما أشوفك سنانها من كنت أنسبها دائما إلى الدكتور هان، بس قبل ما نقابله صحيح. فالشاهد خذوا من هذا الرجل هذه الأشياء. أما قضية الإجراءات والسياسات والهيكل التنظيمي هذه كلها أمور بسيطة نقدر عليها، المهم هو الفلسفة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، واستسمح إذا تطفلت على بالعكس. وانا اسف لان عندي اجتماع اخر ساضطر انني اذهب، والا لا لازم بعد ما كل وصفت الله يحفظكم. طيب انا اتكلمت كثير، عايزك تتكلموا انتوا بقى. تفضل بسرعه. عندي سؤال، تعالى جنبي. لا انا وانا قاعد بقول لك تعالى جنبي. انت شكل اللي في مخي او لو انت شكل مين جاي عادتك، انا افتحها ابوك خلفك كده او ازم جاوب لي. والله ما ابوك خلف ولا انا هو شغال على كل حاجه. ها شغال فانا ما فيش داعي للمحكمه. لما اتكلم من الدكتور انا كان اطلع شويه يا عم اتكلم. هو حضرتك سؤال، انا عندي بقى بس عايز استفسر على موضوع الفكره بشكل عام. واحنا قلنا فكره طبقت المشروع وهي مؤسسه وفكره، عايز افهم بيها الثقافه. لو انا اشتغلت كل ده الثقافه طلعت غلط، مش هينفع غلط الثقافه هتطلع ثقافه الفكر بتاعك. طيب هو ايه ثقافه العمل الخيري؟ ثقافه العمل الخيري دي حاجه ثانيه، انا بتكلم في تخصصي. انا دلوقتي العمل الخيري للاسف الفكره والثقافه راحت للشعب والمجتمعات، هي مساله الاخريه اللي خيري. بس ثقافه العمل الخيري اللي ايه؟ فينا احنا، في انا وانت مثلا مش موجود، هنا مش موجود. يعني انا بس ثقافتي في العمل الخيري انا هعمل حل عشان اساعد ازمه في السودان، لكن كثقافه العمل الخيري لا مش موجوده معانا كده الفكره اصلا. لا اللي انت بتتكلم عنه جزء من ثقافه الفكره وليس الثقافه كلها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت قلت انا عايز اساعد الناس، المساعده دي ليها درجات مختلفه، منها اللي انت بتقول عليه ومنها الفكر اللي هيطور هذه الثقافه الى شيء ثاني. مش كل واحد فينا هيستطيع ان يرى صوره الثقافه كامله. التعليم مثلا، في واحد بيقول لك انا عايز اتعلم اقرا واكتب، في واحد بيقول لك انا عايز اتعلم عشان ايه؟ اجد وظيفه، فاتعلم عشان اخش الجامعه، واتعلم عايز اخد دكتوراه، واحد بيقول لك عايز اتعلم عشان اكون صانع، عايز اتعلم عشان اكون عالم، عشان ما غير مجتمع. فكل دي ماشيه في ثقافه التعليم، من الكتاب الى ان تصبح انت اينشتاين او تصبح زويل او تصبح كاتب كبير مشهور الى اخره. دي داخله كلها تحت ثقافه التعليم. لكن انا فهمت الثقافه، شفت حته صغيره جدا فيها، انت شفت حته اكبر، حته اكبر. كلنا ماشيين مع بعض، زي ما ماشي في نهر النيل. نهر النيل جاي من اما من يوغندا او من اثيوبيا اللي هو في النيل الازرق، ولما اتقابلوا في الخرطوم مشوا في النهر ده. ففي منهم اللي شاف النهر في الخرطوم، منهم شاف النهر في عطبره، وفي منهم شاف اسوان الى اخره. لكن في النهايه المسيره بتاعت نهر النيل دي للنيل الابيض والازرق هي اللي عملت النيل اللي تغنت عليه حضارات غير عاديه لالاف السنين.
فلذلك لما تيجي عندنا الفكره دي كلها، وخلي بالك الاسلام ما هو فكره صح، مش في اربع مذاهب عندنا او ثمان مذاهب، الشافعيه والحنابله والاحناف والمالكيه، وفي اللي هم الاثنى عشريه، وفي الاباضيه، وفي الظاهريه لبنان، وفي وفي وفي. طب ما هي نفس الاسلام، ليه طلع ثمان مذاهب؟ لان كل الناس بتفسر الاسلام، بتفسر الفقه الاسلامي بطريقه وثقافه المجتمع اللي هي عايشه فيه. واحد الاشياء المهمه ان سيدنا الامام الشافعي رحمه الله عليه لما شاف المجتمع المصري، اختلف ثقافه المجتمع المصري عن المجتمعات الاخرى كان عايش فيها، ها، فغير او رجع كتابه الايه اللي هو كتاب الام اللي هو كان كتبه قبل كده في الثقافه. حتى العالم نفسه بيرجع يراجع الثقافه بتاعته، لما بيرجع حتى ايه الاراء بتاعته، ليه؟ لان المجتمع اتغير. نفس الدين ونفس الفقه، لكن المجتمع لما اتغير اصبح انت بتغير رايك اللي هو ايه اللي انت بتقوله. هو مش غلط، مش مختلف. لا انا بس انا حضرتك قلت من شويه بتكلم الكلام وصل لنا عشان هو كلام كلام يعني كلام تحس ان هو كلام عايشين في زمن واقعي مش كلام مثالي. صح. بس انا 3% المخدرات كلام مثالي لو يطبق يكون احسن من السوق. لا بس هو ما بيطبقش. يعني في ثغرات، يعني الثقافه دي بتبني عندي حب الانتماء. لا ده من وجهه نظر. اه يعني صار رب الله يديك الشكر. الناس كلها يعني الواقعيه بتتكلم بواقعيه. الواقعيه عندك شيء. انا دلوقتي عايز اوصل لثقافه الناس الانتماء اللي عامل الخير ده حاجه طبعا من جوايا. تعرف توصل لها ازاي؟ لما انت شخصيا تكون القدوه الحسنه. لما اديك مثلا تاني في اللي عمل ده، عندكم الامثال في السودان مين الناس اللي افنوا حياتهم في منظمه الدعوه؟ زي عبد الله سليمان العوض، زي مين تاني؟ مبارك قسم الله. مبارك قسم الله. دول ناس حياتهم كلها تاريخ ما عرفش عنهم حاجه، لكن عملوا اشياء لمده 50 سنه اللي فاتت ما زالت قائمه الى الان. عندك في الكويت لا تذكر الكويت الا يذكر فيها عبد الله عبد الرحمن الصمد. ليه؟ لانه اصبح ايقونه. ايوه فاذا كنت انت فاذا كنت كده معارض للكلام ان دي شخصنه. لا مش شخصنه. ذاكر الحاجه عشان الشخص. لا انت احنا اتكلمنا الكلام ده امتى؟ لما عبد الرحمن الصمد مات. فشفنا عمل عبد الرحمن الصمد وقيمنا العمل وقلنا يا هذه هي جزء من الثقافه بتاعتنا، مش لان عبد الرحمن الصمد. بس هو ما كانش موجود ما كانش كده. هو اصلا ما انت في النهايه بتقول ايه؟ بتقول والله انا عايز ايه؟ الثقافه بتاعت شوف الاثر. شوف الاثر اللي عمله فلان الفرنسي، مش هسمي اسماء. الاثر اللي عملتها فاطمه الفهريه. عارفين مين فاطمه الفهريه؟ اللي انشات الجامعه قهروان، المسجد. الاثر اللي موجود لغايه دلوقتي. ما حدش فينا هيعبد او فاطمه اسمك دي اللي عندكم في مالي. بتنبكتو السيدة دي كانت هي اللي بتحفظ اللي هو الأمانات بتاع التجار. كان في بئر هناك القاعدة جنبه يدوها الأمانات بتاعتهم وتقعد حوالين البئر ده. التاريخ ما ذكرش إن هي الست دي توم واخد بالك؟ أو اسمها بكتوب يعني أيام ما تقعد باللغة المدينة مش عارف اسمها المهم المدينة. أصبحت المدينة دي مشعل ثقافة وحضارة في غرب افريقيا غير عادية. يعني اصبحت مرتقى. كونك بقى تقول اصل ده شافعي او مالكي دي حاجات دي ايه اختيارك انت الشخصي. انت اختيارك الشخصي انك تطلع مالكي تطلع شافعي تطلع سلفي تطلع سني شيعي كذا اختيار الشخص. لكن كلها بتعبر عن الفكرة الكبيرة ان هي بدأت منذ أربعة البذرة بتاعتها. فكل واحد فينا شاف الثمرة بتاعتها بطريقة مختلفة في أماكن مختلفة بثقافة مختلفة. طيب دكتور أنا عندي الثقافة وصلت لغاية موضوع الثقافة للمجتمع. طلع منها شوية سلبيات. مفيش مشكلة. هل أكمل في لا أكمل. شوف أصل يعني إحنا مش ملايكة. صح؟ مش ممكن كلنا هنفهم الكلام. يعني إذا قلت لك بعدد الأئمة اللي عملوا مذاهب وكلهم علماء وفقهاء صح؟ هل ده خطا وده خطا وده خطا؟ لا، الاماكن اللي هم عاشوا فيها، المناخ السياسي، المناخ الامني، طريقه التعليم، الشيخ بتاعه نفسه خلاه يطلع الراي بتاعه مختلف عن الثاني. ده مش غلط، يا اختلاف امتي رحمه، مش كده؟ مش ممكن هتجمع، يعني معنى الكلمه لن نستنى تجمع ايه؟ نجمع الناس على راي واحد، كان في قول مأثور كده، لن تستطيع ان تجمع حتى عيلتك.
يعني انا مثلا اولادي عندي بسم الله ما شاء الله اولادي ما بيوقفوش معايا في كل حاجه يمين وشمال وفوق وتحت اللي انت عم بتاكلهم وتشربهم وامهم تعبت مع امهم حتى يبقى نعمل ايه لكن احنا نقول لهم والله خلوا يا اولاد بالكم من اساسيات وصلنا للاساسيات حافظوا على الاساسيات ربك يعني بتوصل لمرحله مراحل ان ما تقدرش حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين انك لن تهدي من احببت يعني حتى انت يا محمد عمك مات مش مسلم اللي هو ابو طالب مش كده؟ فما شاء يعني ان الله انك لن تهدي من احببت ولكن بالتالي الثلاث ايات دول لما بتنظر فيهم ان الاختيار الشخصي للمسار هو اختيارك انت والا ربنا مش هيحقق يعني لو كان الاختيار ده احنا مسيرين فيه كلنا كان ربنا هيبقى في جنه ونار كلنا هنخش يا اما جنه يا اما النار معايا؟ فانت بالتالي مش عيب ان كل حاجه مش مكتمله والرسول صلى الله عليه وسلم قال في احد الاحاديث قال لك مثلا يا مثلا الرسل من قبلي كمثل رجل بنى بيتا او قصرا ما اجمله وما احسنه وما 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 الا هذه اللبنه يعني في كده اذا بيقول لك حجر او حجرين مش كاملين وانا هذه اللبنه يعني هو جاي يكمل مسيره منع كانوا من قبله فانت كمل ما فيش حد اسمك ابراهيم ابو خليل ما فيش حد ابدا بيعمل شيء كامل ابدا 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 وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرد عليه في بعض الاراء ها رايك الراي والمشوره ام من الله سبحانه وتعالى الراي والمشوره لا يبقى ده احنا بس قلنا يا رسول الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشيرهم وبيستشيروه طالما مش جاي وحي اوحي الى الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى انت بالتالي لا احنا بقى اهل مكه واهل مكه ادرى بشعب خدت بالك وام اوعى تفتكر انك لازم تجيب 100% انا يا حبيبي قلبي دايما اسقط قبل ما انجح مش عيب بس المهم تحاول تاني وثالث ورابع وخامس الى اخره طيب في حد ما عايز يتكلم والشباب كلموا انا عايزكم تتكلموا كلام احسن عايز تتكلمي؟ اتفضلي تعالي هنا جنبي لا بلاش ايه بلاش لا بلاش ايه ليه بلاش؟ مش ممثلة لماذا بلاش؟ عشان هو ممثل انا ما تمثليش الكلام بتاعك اديهم جنبي وكلمهم اتفضلي هتلاقي تعودي على انت تعتلي المنصه لو ما تعودتيش على تلاقي المنصه عمرك ما هتكوني قائده ده خطوه من الخطوات ايه صناعه الخيال اضافه بسيطه يعني على السؤال اللي كان على ايه على اوكي تقعدي وتتكلمي ايه اضافه بسيطه للمهم وكمان عطفا على الفكره اللي حضرتك حلو عطفا دي جميل مش الاثنين بيتكلموا ازاي احسن منكم عطفا معطوفا عليه سيرينا ما فيش عرض انت عاجب شكلك اعجمي كده احمر على ابيض على اسود اتفضل يعني الهمتني فكره الفكره نشوف اي مؤسسه على مبدا الفكره او القيم فانا كنت بفكر في الموضوع الحقيقه يعني من اكثر من يوم كان في بالي دلوقتي يعني علشان اي فكره تنجح او اي مؤسسه تقوم بغض النظر حتى لو يعني استوردت بعض الشكوك حول الثقافه الحاليه او يعني اليات العمل نفسها مهم جدا ان الشخص يكون ممثل للفكره دي يعني هو نفسه يمثل الفكره دي ويبارك فيها ايوه بالظبط ف وعشان تحقق هدف معين يعني انا مره قريت مذيعه مذيع اوه لا 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 بمثل مذيع يعني انت ممثل مش عايز اتكلم عنها بس انا بمثل انا كمان هو ما حضرش الحته الاولانيه ما حضرهاش لا اه خساره كان نفسي لففتك حوالين نفسك اتفضل يا مذيع يعني ف محمد مصطفى ايه ولا لا ما حطيتش الجيل لا انت شوف دول ايقونات يعني مش مجرد ازاي بيتكلموا بالالقاء في اللغه العربيه في كذا في كذا في كذا في كذا الجيل اللي موجود ده بيجيب بطاطس صحيح تفضلي يعني انا قريت مره مقوله انجليزيه in order to realize it or to achieve it you have to be
سواء تنجح ضمن مؤسسة أو تنجح في صح. جزاك الله خير. وده اللي عملوه كتير جدا من اللي بعملوا التغيير. لو احنا سمعنا أقوال أو قلنا أقوال تشي جيفارا أو أقوال نيلسون مانديلا أو أقوال علي عزة بيجوفيتش أو أقوال مالكوم إكس، كلهم عاشوا من أجل فكرة، فكرة الاستعباد والحريات دي كلها. حد تاني يا شباب عايز يتكلم؟ من ثلاث ايام تقريبا بس ما كنتش قلت النقطه دي بقى كلمه من شويه مش انا بعد التماس ده عبد الرب طيب ماشي كده انا واقف انا مش موجود ماشي ما كنتش اتصورت صورنا ما كنتش اتصورت الدكتور هاني بنا انا قعدت معاه تقريبا حوالي نص ساعه تقريبا او ساعه ونص ساعات احس والعشاء ده كان نص ساعه الولاد اللي احنا كلنا تقريبا انا بقالي يمكن كنت بكلم اخويا عمر طول انا بقالي 3 ايام 4 ايام تقريبا انا وجهه نظري غلط في حاجات كتير بصراحه. انا دايما بقول ان الواحد لما زي ما ماما قالت ان الواحد لما بيؤمن بفكره بيحاول يجسدها. انا شفت التجسيد ده قدام عينيا. مش شكر فيه ولا مثلا رياء ولا حاجه بس انا كشخص بقالي تقريبا 9 سنين شغال في جمعيه القطر الخيريه ما شفتش بصراحه حد قطر خيرية حسسني بإحساس العمل الإنساني ده، حسسني قد إيه إن أنا مهم، إن وجودي كشخص كموظف إن أنا مهم إن أنا فعلاً أجين عند الفقراء، لا أنا بشتغل وباخد الراتب بتاعي من غير ما أخش بأي تفاصيل، يعني هو بجتهد وكل واحد بيتكلم عن الشغل الشخصي أو المبدأ الشخصي بتاعه إن هو شاطر إن هو بروفيشنال إن هو بيعمل شغله بتاعه مظبوط، إنما عشان التغيير أو العمل الإنساني للأسف الثقافة دي وده اللي عايز أبعد عنه مش موجودة بشكل كبير هنا، مش مزروعة في الموظفين بتوع القطاع الخيرية للأسف. فأنا من ساعة آخر قعدة من 3 أيام تقريباً وأنا في حاجات كتير وجهة نظري اتغيرت فيها. أنا نفسي حتى كبني آدم في حاجات كتير اتغيرت فيها من خلال القعدة دي. لما دكتور تاني شرح الجزء ده زي ما بيقول الصورة اكتملت قدامي. فأنا بشكر حضرتك يا دكتور والله جداً. بشكر الله. ما شاء الله كمان 5 دقايق انا اتفق معاه كان قايله بس لسه بس لا انا عشان اقول بس انت عايز تتكلم عايز اتعشى معاك كنت فاتح حتى انا عايز اتكلم يا شباب اتفضل تعال انا هتشرف ان انا بجنبك تعالي يا فنان وسال السؤال وقفل ده الجمهور عشان مذيع انت كمان اسالي وفصلي في السؤال وشرحي السؤال عشان الجمهور يفهم. اوكي هو سؤال واضح بس تعقيبا على كلام عصام. الحين هو فعلا يعني احنا نشتغل صدق قطره خيريه وعمل انساني وعمل خيري ونحاول كذا ما نقدر احنا نحس بس شلون نقدر نحس واحنا ما نشوف؟ ايوه وحتى لو شفنا يعني احس ما يوصل. شلون تقدر تحس الانسان فعلا تشتغل تخدم الانسانيه تقدم شيء مفيد؟ يعني انا هذه الرغبه الانسانيه بالنسبه لي انا بخوف هذا العكس. انا اقول لك حاجه، انا عارف الالم اللي عندك ده جاي منين. انا لما كنت اصدي اصدق يعني وعفن كده ابقى ريحتي عفنه انزل السودان ينظفوني. مين اللي بينظفني بقى؟ الابتسامة على وجه الأطفال أو على وجه الأرملة أو على وجه الأرملة اللي هي سعيدة برضا الله سبحانه وتعالى عليها بالرغم إنه ما عندك أي شيء في البيت تكون عايشة في قطية عايشة في إيه غير القطية عندك يا شيخ في القطية ده موجود في بدرفور في الجنوب اسمه يسموها إيه؟ مرسى قطية مش حاجة ثانية؟ أشياء فيلا ها لما تشوف انت بقى يا اخت الشيخه المراه دي وهي بتقابلك وقلبها مفتوح وسعيده ده بيرسم كل اللي عندك فلابد انت يكون مطلب عندنا ان نزور الميدان ونعيش حتى اذا كان في اجازاتنا يعني ممكن يقول لك طب احنا ما عندناش انزلي يا ست اجازتك وانا مساعدك في التذكره في الطياره الى
وعندي اسبوع من الاجازه بتاعتك او اسبوعين في مكان ما، ها؟ لان مش ممكن هتشعروا بالسعاده الا ان عشتم مع السعداء، والسعداء هم الفقراء مش الاغنياء. الاغنياء بيكونوا مرضى ومهمومين ومحاطين بكل البلاء اللي حواليهم. انا فاكر الشيخ الشعراوي مره قال في قصه من القصص انه دخل عند بيت كده رجل غلبان، يا شيخ ارجوك تعال افطر عندي تعال افطر عندي تعال افطر عندي، فاضطر انه يروح يفطر عنده. فلما دخل البيت يعتبر زي من الغرفه، وما دام الغرفه اللي فيها يعني ما فيش اكل، فالشيخ استشف ان البيت ده ما فيهوش الا ايه؟ الا الفول والبطاطس. فقالوا انا بحب الفول قوي بحب البطاطس قوي، بفرح الست اللي في البيت، فرحها جدا وتفانت في انها تعمل له فول وبطاطس، واداهم الفرصه لبعثات المغرب انهم يخرجوا ايه؟ طبوا بقى في الصبر انهم يجيبوا بطاطس ويسلقوه كذا وكذا ايه ده. فالراجل خرج سعيد، فبيقول ان الرجل وامراته شحنوني بقدر من السعاده لم اجده ابدا. عزل بعد كده في يوم من الايام عند راجل بسم الله ما شاء الله، من اول ما دخل البيت لغايه ما خرج من البيت مشاكل، مراتي فيها كذا، ابني فيها كذا، خدت فيها كذا، عمتي فيها كذا، السيجاره فيها كذا، قال ما حسيتش عنده باي شيء من السعاده اللي انا وجدتها في بيت الست اللي اكلت الفول والبطاطس. فانت حبي البطاطس وكل بطاطس وكل فول، اتعودي انك تاكل فول، اكلوها سمسم مش عارف تقول ايه، اكلوها فول سوداني جميل، اكلوها سيدي احسن احسن والله يا دكتور. خلاص انا هقول لك حاجه والله يا دكتور بناكل. لا لا هو انا تاكل بنيه الايه الايه السعاده، يعني تجي تستلذ الكسره لان انت جعان وما قدامش ما قدامكش الا ايه. صحيح. الجوع ده طعم كسره الخبز دي بيبقى اجمل بكتير جدا من ديك الرومي، وتجد ان المتعه في عين الفقير هو بياخد منك كسره، انت مش هتلاقي انت عندك. فعدوا على هذا الامر بالنواجذ واسالوا الاخوه يسفروه. هذا السؤال يا دكتور من اخر سؤال بقى عشان نرجع للثقافه بقى. هو بس يعني بناء على ما تفضل فيها الاخ حسام انه العمل الخيري في اساسه عايز اللي يشتغل فيه يكون فيه تواضع. تواضع يكون متواضع. يكون كل عمل. لانه للاسف الشديد يمكن اغلبنا في العمل هذا هو عايز يبرز، عايز يظهر. ما ينفعش. يعني زي ما تفضل اخ حسام يعني عايز انا اكون اللي في الصوره، عايز طبعا انا عندي احساس وعندي قناعه من اول ما جيت فلان ان هذا الموضوعين ما يتفقين ابدا، لانه لو كنت مركز على نفسك خلاص انتهى الموضوع. لكن لو قدمت الفقير او قدمت الناس اللي حتستفيد قبلك الله سبحانه وتعالى هو عايز. صح. فهذه اكيد جزاكم الله خير. تفضل يا بيهددنا. لا لا هو مش سؤال، هو كانت اضافه فما فيش تعقيب. هو طبعا هو في ختام يعني هو حسن ختام حكمه يمنيه. بالظبط ما شاء الله. انا جزاكم الله خير. الله يجزيك خير. وسعيد جدا ان انا جيت معاكم وشفتكم، وتليفوني عند الاخ عمر، وعندي فيسبوك وعندي تويتر وعندي